وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف أهلا وسهلا بحضرتك في هذه التغطية، وفي البداية كيف تابعت هذه الزيارة المهمة لوزير الخارجية الإيراني إلى مصر؟ كل تأكيد كما طرحت عن تناول كثير من وسائل الإعلام الدولية والعالمية والإقليمية أهمية الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية إيران عباس عراقي للقاهرة. أعتقد أن هذا الأمر يشير إلى مدى الثقل الذي تتموضع فيه مصر في المنطقة وفي الإقليم، باعتبار أنها تشكل المحور الأساسي والاستراتيجي للاستقرار في الإقليم، ونتمتع به من قوة حضور في الإقليم. لدي كثير من القوى الفاعلة في امتلاك كثير من مقومات النجاح في إطفاء كثير من الصراعات في إقليم الشرق الأوسط. وبالتالي هذه الزيارة تأتي بعد 12 عاما من قطيعة الإيرانية باتجاه زيارة أي مسؤول إيراني للقاهرة، تأتي في إطار البحث في سبل التهدئة انطلاقا من طلب الجانب الإيراني بأن تقوم القاهرة كما فعلت على مدار سنوات عديدة في إطفاء كثير من صراعات في الإقليم بتوفير حظوظ النجاح للمرحلة الحالية التي تشهد فيها المنطقة ظروف استثنائية بالغة الأهمية تمثلت في حرب في قطاع غزة مستمرة على مدار عام كامل واستمرت في جنوب لبنان لأكثر من 20 يوما حتى الآن. وبالتالي وزير الخارجية الإيراني أعتقد أنه استمع اليوم خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لكثير من النصائح وكثير من المقاربات الجيدة والإيجابية التي تصب في خانة إقناع الجانب الإيراني بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لإنجاز التهدئة ثم التهدئة في الإقليم في المرحلة الحالية وفي المستقبل، أمل في أن يكون هناك وقف دائرة الصراع ومنع تصعيد النزاعات، لأن هذا الأمر من شأنه كما جاء على لسان القيادة المصرية أن يؤدي إلى مزيد من اندلاع حرب شاملة في الإقليم لا يحمد عقباه. وهذا ما حصلت منه مصر مرارا وتكرارا على مدار عام كامل، وطلبت كل الجهود وكل الأطراف الدولية والإقليمية بضرورة أن يكون هناك استماع لصوت الحكمة والرشادة السياسية الصادرة من القاهرة. وبالتالي هذه الزيارة تحتل أهمية، رغم أنها زار السيد عباس عراقي 7 دول وسيزور غدا تركيا، إلا أن تمثل ركيزة أساسية في محور اهتمامات زيارته، بداية الاهتمام كثير من الساسة وكثير أيضا من وسائل الإعلام العالمية بلقاءاته في القاهرة ومحاسته في القاهرة، نزل لأن القاهرة لديها درجة كبيرة من الحضور في نجاحات وتراكم الخبرة لوقف وإطفاء كثير من الصراعات، وفي نفس الوقت أيضا تتمتع بعلاقات مفتحة مع كل الأطراف في الإقليم وعلى المستوى الدولي، وتساهم بجهود ضخمة وجهد جهيد في وقف كثير من النزاعات، ولديها شبكة اتصالات موسعة على مستوى الدولة والإقليم يصب في خانة وقف إطلاق النار، وكان لديها نجاحات في مدارات عديدة في أكثر من قضية في الإقليم، ونجحت على مدار حتى الأشهر والسنوات الماضية في وقف كثير من المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية، وحتى في حرب طوفان الأقصى قدمت كثير من المقاربات وكثير من الأفكار والمبادرات واستمرت مفاوضات بين كل الأطراف في القاهرة في الآونة الأخيرة وفي ثلاث الأشهر الماضية. ومن هنا تراهن إيران على أن يكون هناك بالفعل توافق مع الجانب المصري وتماهي في إمكانيات أن يكون هناك بالفعل مساعدة مصرية، وأيضا يكون هناك بالفعل طرح كثير من الأفكار والرؤى وإمكانية توفير قنوات التواصل لوقف مثل هذه الحرب، وأيضا منع الحالة الاستثنائية من الصراع في الإقليم على وجه السرعة حتى يجنب دول الإقليم ودول المنطقة كثير من الصراعات والحروب ويحافظ للشعوب على كثير من استقرارها وأمنها في الإقليم. هذه الزيارة مهمة مهمة أنها تصب في خانة استمرار الجهود واستماع القاهرة لوجهة نظر الإيرانية، وفي نفس الوقت أيضا أن يكون هناك بالفعل الجانب الإيراني درجة من اليقين والقناعة أن تتعاون مع القاهرة وكل دول الأطراف الإقليمية والدولية الداعية لوقف الحرب في الإقليم بكثير من الأريحية في المرحلة الحالية وفي المستقبل، وأن يتم وقف الصراع وأن يكون هناك تدخل إيراني لدى كل ما يعرف به الأزمة الإيرانية في الإقليم لإمكانيات أن يكون هناك تهدئة متوازية في مرحلة قادمة بفضل الجولات تقوم بها مصر على أكثر من صعيد وأكثر من مسار، باعتبار أن هناك رهان كبير يزال لدى الدول المجتمع الدولي والإقليمي على أن القاهرة تمثل حجر الزاوية للاستقرار الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط. أستاذ أشرف، يعني كيف تابعت وسائل الإعلام والصحف العالمية التي ركزت على هذه الزيارة؟ ولتأكيد هذا من منطلق أن هناك بالفعل درجة كبيرة من الآراء المعقودة على إمكانية أن تعود مرة ثانية أو تعاود الأطراف الدولية والإقليمية التعاون مع القاهرة ويكون الضغط على الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة الدقيقة حتى تعطى الفرصة لتشغيل محركات الانطلاق المصري كما فعلت في كثير من المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية وحتى فيما يتعلق الأطراف الإسرائيلية باتجاه أطراف الدول الإقليمية. وبالتالي هذا الاهتمام في محله لأنه يشير إلى أن هناك بالفعل درجة كبيرة من النظر بموضوعية إلى قيمة وثقل وحضور الدولة المصرية وقيادتها في إطفاء كثير من الصراعات في الإقليم ولما تتمتع به من كثير من مقومات القوة الشاملة على المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية وحتى بأطرافها كثير من
المواقف، لدي كثير من المواقف البناءة التي تساعد على ضمان الأمن والاستقرار وتشجيع دول الإقليم على العودة إلى مسار التنمية الشاملة إنقاذا لهذه الدول وتشجيعا لشعوبها على حياة كريمة توفر لديها درجة كبيرة من النجاحات في تجنب آثار تداعيات أي حروب في الإقليم. تعتبر الدولة المصرية لديها من التجارب والخطط والنجاحات التي أهلتها لأن تتمتع بكثير من الحضور وحظوظ التوفيق على المستوى الدولي من خلال مؤهلاتها ومن خلال قدراتها وأيضا محركات التشغيل لدى مصر مما تتمتع به من مقاربات جيدة وأيضا تتمتع بعلاقات متشعبة ومتشابكة مع كل دول المجتمع الدولي. طبعا في كانت حفظ عنوانها الرئيسي حفظ الأمن والاستقرار في إقليم الشرق الأوسط. هنا جاء عباس عرجبي ولديه كثير من الرغبة في الاستماع للقاهرة وطلب تدخلات القاهرة وأيضا القاهرة قدمت كثير من المقاربات للجانب الإيراني بأن يلجأ وينحو نحو التهدئة ثم التهدئة أملا أن يساعد الكور السياسية والدبلوماسية المصرية والعربية والدولية والإقليمية في المرحلة القادمة والبحث عن فتح ثغرة في جدار هذه الأزمة حتى يكون هناك بالفعل إبعاد شمال الصراع والحرب الشاملة في إقليم الشرق الأوسط. الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه التغطية.